تحية طيبة مشاهدي الشرقية في كل مكان، وأهلا بكم إلى أخبار الفلك لهذا اليوم. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهي لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك facebook.com/أخبار الفلك باللغة العربية. فاصل ونواصل. ونبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج الأسد الناري حتى الساعة 3:11 من مساء الاثنين، ليدخل بعد ذلك برج العذراء الترابي ويظل فيه حتى الساعة 1 من بعد منتصف ليل الأربعاء، ثم ينتقل إلى برج الميزان الهوائي ويمكث فيه حتى الساعة 7:03 من صباح السبت، ليدخل برج العقرب المائي ويبقى فيه حتى الساعة 9:31 من صباح الاثنين. إذن هذه وضعية القمر في الأبراج لهذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل حاليا وحتى مساء الاثنين في برج الأسد الناري. من مساء الاثنين وحتى ليل الأربعاء في برج العذراء الترابي. من ليل الأربعاء وحتى صباح السبت في برج الميزان الهوائي. من صباح السبت وحتى صباح الاثنين في برج العقرب المائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح مبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الأحد من الساعة 12:01 من قبل الظهر وحتى الساعة 3:11 من مساء الاثنين. يوم الأربعاء من الساعة 2:44 مساء وحتى الساعة 1 من بعد منتصف الليل. يوم الجمعة من الساعة 2:13 ظهرا وحتى الساعة 7:03 من صباح السبت. يوم الاثنين من الأسبوع المقبل من الساعة 4:34 فجرا وحتى الساعة 9:31 من صباح الاثنين. مشاهدينا الكرام أرقام الهواتف 00971436272 مكرر 89 و00971436282 مهيئة أمام حضراتكم للمشاركة أو تواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك facebook.com/أخبار الفلك باللغة العربية. وننتقل لأول مشاركة نشوف مين على الخط. ألو. ألو نعم. ألو. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بيج من جاي. سارة. أهلا وسهلا سارة يا مواليد. 24/6/94. اوكي سارة هذا التاريخ الساعة تقريبا 12 الظهر طالع الميزان اعتقد، اريد وضعية الكواكب بالبيوت والابراج. دقيقة واحدة سارة، عندنا 24/6/1994. 94 نعم 12 الظهر طال العذراء. اوكي زين، واذا ورا 12 الميزان؟ اذا ورا ال 12 ايه نعم. اريد مواقع الكواكب الابراج البيوت. الشمس بالسرطان، هو حالته الصحيه وحالته النفسيه تعبانه، يعني اكو شيء بالخريطه تاثر عليه. اوكي الشمس بالسرطان، اوكي القمر بالجدي، عطارد بالسرطان، الزهره بالاسد، المريخ بالثور، المشتري بالعقرب، زحل بالحوت. حالة تراجع يا طبيعي. ما له علاقة تراجع. أوكي. أورانوس بالجدي، نبتون بالجدي، وبلوتو بالعقرب.
عند البيت السادس بالدلو، طبعا زحل بالحوت بالبيت السادس، هذا سبب تأثيره مثل ما قلتي على انه صحته شوية يعاني من ضغط او يعاني من مشاكل صحية. زين، وخان دراسية جامعية في السنوات التجي، دراسة جامعية ما عنده أي مشكلة، عادي طبيعي حسب اجتهاده. أوكي زين، ولا البيت الزواج مالته فارغ، ما بي شيء بالبيت بالسابع بالحوت، بس ما بي ولا كوكب. شكرا، أهلا وسهلا بيك. سار ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو الو، نعم الو. مشاهدينا الكرام، ارقام الهواتف التي تضارب مع حضراتكم اسفل الشاشه وهي للاستلام مشاركاتكم او تواصلوا معنا مع اخبار الفلك على الفيسبوك. الو الو، نعم. رشا من بياله. اهلا وسهلا رشا، يا مواليد 86. يا يم يا شهر 5/5. رشا انت من مواليد برج الثور، شنو السؤالك بالتحديد؟ يعني حياتي المستقبلية، يعني ممكن استقر ببيت او ابني بيت. زين، طبعا انت علاقة. نعم، علاقة زوجية يعني. اوكي، انت من مواليد برج الثور، ارقامك 5/6/7. من ناحية العلاقة الزوجية على وجه الخصوص، أنتم مواليد برج الثور لازم تنتبهون في علاقتكم مع الطرف الثاني، شراكة زواج أو عاطفة أو شراكة عمل، عندكم بها مشاكل، هذا سببها تأثير كوكب زحل في البيت السابع، فبالتالي هذا يضغط عليكم أنتم المتزوجين أو المرتبطين تحمل مزيد من المسؤولية. أما بالنسبة للعزاب يدفع بهم للارتباط، فحاولي انه خلال هذه الفتره المقبله تقريبا خلينا نقول بعد سنه، هذه الفتره المقبله شويه يعني حتبقى ضاغطه عليك من ناحيه الشراكه، حاولي انه تمشين الامور او تكونين تتبعين في اسلوب دبلوماسي في تعاملك مع المشاكل اللي تواجهك او تصادفك لا سمح الله، في سبيل لا تتفاقم الامور او لا تتازم اكثر اذا بها مشاكل لا سمح الله. من ناحية السكن، العلاقات العائلية، هذه الفترة آسف بصورة عامة، أنت كواحدة من مواليد برج الثور، البيت الرابع عندك بالأسد، ما بي ولا كوكب يساعد ولا كل شيء عطل حاليا. من منتصف السنة الجاية وصاعدا آنذاك تكون عندك فرصة ممكن أنه تشترين بيت أو تنتقلين إلى سكن أو تحسنين من وضعك البيتي أو العائلي. هذا الكلام إذا تسمعين إن شاء الله من التلفزيون، مثل ما ذكرت لك من منتصف شهر تموز السنة الجاية وصاعدا إن شاء الله. وناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو ألو، نعم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بيك. من يعني؟ أنا زينب. أهلا وسهلا زينب. من البصرة. هلا بيك زينب. يا مواليدي 2/3/72. 2/3/72. أي أوكي، أنت شوف يعني الحظ المحظوظة يعني. أرقامك 2/6/7 زينب، أنت من مواليد برج الحوت، من ناحية الأرقام أيه. من المواليد مالتك إنسانة طبيعية متوازنة، يعني مو من النوع المحظوظة ولا عكس ذلك، هذا من نسبة الحظ بصورة عامة. هذه السنة إلك إيجابية زينب من ناحية الحظ العاطفي والمالي، على اعتبار أنه كوكب المشتري، كوكب المسؤول عن الحظ حاليا في البيت الخامس اللي هو البيت المسؤول عن العاطفة والحظ المالي والعاطفي، فبالتالي يعطيك فرص أنتم مواليد برج الحوت وهم بصورة عامة أنه يقف الحظ في صفكم عاطفيا وماديا، يبتسم الحظ في اتجاهين. للعزاب تعطيهم أكثر من فرصة للارتباط قد تؤدي إلى الزواج، بالنسبة للمتزوجين تكون عندهم فرصة إيجابية للدخول في الحمل أو الإنجاب إن شاء الله. مش وقت يعني هذا الشيء بدأ هاي الفترة بدأت من نهاية شهر السادس وتستمر لحد نص شهر 7 من السنة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. ويعرفوا بالنسبة للسكن يعني، من ناحية السكن السنة الماضية كانت إليك إيجابية، حاليا لا، وضعك طبيعي مستقر. السنة الماضية كانت إليك كلش أوكي إيجابية، أفضل شيء لمواليد برج الحوت كان هو مجال السكن، العقارات، هذه الأمور.
حاليا الوضع طبيعي يعني ماكو شيء يساعد ولا بنفس الوقت شيء يعطل لا. يعني حتى مستقبلا يعني ورا فتره؟ ما اي ماكو شيء، المهم مستقر، المهم يعني مثلا مو مثل على سبيل المثال مواليد برج الاسد عندهم مشاكل في مجال السكن العقارات، انتم لا يعني وضعكم طبيعي. زين برج زوجي ايش قد تاريخ؟ 1/3/74 هو ايضا برج الحوت. اوكي. يعني تتوالون إذا أخي نفس البرج شلون؟ نعم تتوالمون بس اثنيناتكم بشرط تتخلون على نقطة الضعف عندكم هي المزاجية والعناد. إذا هاي النقطة يعني هاي نقطة الضعف تجاوزتوها العلاقة إن شاء الله تقريبا ناجحة. العفو ما سمعت شنو النقطة؟ نقطة الضعف هي المزاجية والعناد، اثنيناتكم مزاجيين واثنيناتكم عنيدين، إذا هاي النقطة شوية مثلا واحد ما يعاند الله ومثلا ما تكونوا مزاجيين العلاقة إن شاء الله ناجحة. اوكي زينه ناخذ اتصال هاتف اخر. الو الو نعم الو تفضل تعال الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. من جاي؟ مسار عزيز. بخير الله يسلمك. من جاي؟ 11/4/1982 من البصره. 11/4/2 اهلا وسهلا. 82 11/4/1982 اهلا وسهلا بك. امجد انت من مواليد برج الحمل، شنو سؤالك؟ أرقامك يعني أوضاع الحياة كلها سلبية. أوكي أرقامك 2/8/9 أمجد، أنت مثل ما تفضلت حياتك كلها بيها مشاكل أو بيها مطبات أو ما تمشي مثل ما أنت تريد، هذا سببها من تأثير رقم 8. اللي عنده هذا الرقم بصورة عامة يكون من النوع شوية يعاني من حياة أو يعني حياته صعبة بصورة عامة. نجاحه في الحياة يعتمد على قوة مثابرته وتصميمه واجتهاده وليس على عنصر الحظ، وأيضا تطلع لك مشاكل أنت بغنى عنها بين فترة وفترة وتسيطر عليك حالات من الاكتئاب والتشاؤم، فحاول أنه تعتمد على اجتهادك وليس على عنصر الحظ. هذا الشيء يعني راح يبقى وياك ملازمك ما راح يتغير، ولا مثلا أقول لك مثلا فترة يتغير أو كذا. السنة الجاية مثلا على سبيل المثال من منتصف شهر 7 وصاعدا أنا ذاك راح تكون عندك فرصة إيجابية من ناحية الحظ، شوية تكون أحسن من السنوات الماضية إن شاء الله. هاي من ناحية الحظ. عندك سؤال آخر أمجد؟ المشاكل دائما كثيرة، يعني أنا زوجي صار تقريبا من 2008 لحد أنا حتى أطفال ما صار عندي. اي المشاكل مثل ما ذكرت لك هذا الشيء موجود يعني ما راح يتغير. من ناحيه الاطفال عندك صعب يعني تعرف اي ساعه مولود مثلا سامع من الوالده او من الوالد قال لك انت ولدت الساعه الفلانيه؟ امجد لا والله حجيه مو يمي. زين عموما اذا ما تعرف السنه الجايه ان شاء الله مثلا خلال هاي الفتره ما اقول لك انه ماكو شيء، بس ممكن يعني اذا لا سمح الله ما صار عندك خلال هذه الفتره ايضا السنة الجاية لا تكون عندك فرص كلش قوية تستمر وياك أيضا لمدة سنة كاملة إن شاء الله. أوكي أمجد سؤال آخر. ألو أوكي. إذا المشاهدين الكرام أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة ما هي الاستلام مشاركاتكم في هذه الفقرة، وتواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك facebook.com/اخبار الفلك باللغة العربية. نكون الآن مشاهدين الكرام مع أشعة الشمس.